فدرسنا هذا المساء بعنوان قل هو نبأ عظيم، وأتعرض فيه لشرح حديث صحيح رواه الإمام أحمد والنسائي وابن أبي شيبة وغيرهم، وصححه الإمام ابن حبان في صحيحه من حديث سبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة فقال له: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد فقال له: أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس، فتقتل وتنكح امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هذا الحديث كما عنونت له قل هو نبأ عظيم، أنتم عنه معرضون، لأن أظهر عداوة في العالم هي عداوة الشيطان، وقد وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن عدة مرات بأنها عداوة بينة، فقال تعالى: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكان الشيطان للإنسان عدوا مبينا، وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، وقال لأبينا آدم عليه السلام: إن هذا عدو لك ولزوجك. فعداوته بينة، ومع ذلك فترى أكثر أهل الأرض قد وضعوا أيديهم في يده، ويتورط كثير من المسلمين أيضا في هذا المسلك مع أن عداوته بينة، وليست بينة فقط وشديدة أيضا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود حين يولد إلا وينخسه الشيطان ساعة يولد، ولذلك يستهل صارخا، الولد ينزل من بطن أمه يصرخ. لماذا يصرخ الولد؟ انتقل من حياة إلى حياة، من بطن ضيق إلى العالم الواسع، أهو جائع؟ أهو عطشان؟ لا، لا هذا ولا هذا ولا ذاك، إنما نزل صارخا لأن الشيطان نخسه في جنبه،
مع أن هذا الوليد لا له سن تقطع ولا يد تبطش ولا فعل شيئا، مولود في التو واللحظة، ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان ساعة يولد، لذلك يستهل صارخا إلا مريم وابنها. ثم قال: واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فعداوته الشديدة دفعته إلى أن ينخس مولودا، حتى لم يتركه حتى يعني يتدرج ويكبر ثم يكون بينه وبينه معاهدات ولا صفقات، لا أبدا، من أول لحظة كأنما يذكره بأنه عدو. ثم لعلكم تلاحظون أن الشيطان لم يوصف في القرآن قط بأنه عدو لله، ولم يذكر الله عز وجل في القرآن أبدا وقال إن الشيطان عدو لي، في الوقت الذي قال الله عز وجل فيه إن بني من بني آدم أعداء له، فقال تعالى فإن الله عدو للكافرين، وقال في حق فرعون لما التقط موسى عليه السلام يأخذه عدو لي وعدو له، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لابد أن يكون تحت هذا سر، أن يكون العبد عدوا لله، ويذكر لنا ربنا عز وجل أن من بني آدم من هو عدو لله، لكن الشيطان لم يقل الله أبدا إن الشيطان عدو لي. ليه؟ في فهمي، وأنا لم أقرأ هذا حتى أكون أمينا في نقل هذه المعلومة، لم أقرأه لأحد، ولكن لفت نظري هذا المعنى، فبحثت عن السبب، فإن كان صوابا فمن الله عز وجل، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله منه. ذلك أن تأثير شيطان الإنس على ابن آدم أعظم من تأثير الشيطان الجن، ونحن نعلم أن الشيطان من الجن كما في سورة الكهف، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الشيطان وكل شياطين الجن بمجرد أن تستعيذ بالله منهم يفرون، ويمكن أن تتقي عداوته بذلك، بخلاف شيطان الإنس لو قرأت القرآن كله عليه يقول إنها هنا قاعدون، إنما بمجرد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفر شيطان الجن. فلذلك ولأن الطبع يسرق، الطبع سراق، والناس يقلد بعضهم بعضا، يرى هذا يفعل هذه الصفة يفعل مثلها، تجد كثير من أبناء المسلمين بكل أسف يقلدون لاعبي الكرة والممثلين في طريقة حلق الشعر، يحلق كابوريا، يحلق أي حاجة، تبص زي كما يفعلون يفعل،
لأجل هذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مخالطة الكافرين. ليه؟ لأن الطبع يسرق، الطبع يسرق. وكان من مما عاهد أو بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي لما جاءه فقال رسول الله على ما أبايعك، فكان من جملة ما قال له وأن تهجر، أو في رواية وأن تفارق المشرك. ليه؟ لأن الطبع سراق يسرق، هذا الطبع يسرق من هذا. فإذا ابتلي إنسان بشيطان من شياطين الإنس يكون له تأثير كبير عليه، وهذا الشيطان الإنسي قد يضل الإنسان وينقله من الإيمان إلى الكفر، فصار بهذا عدوا لله سبحانه وتعالى. أما شياطين الجن فكما قلت لكم يستعيذ بالله من الشيطان ينصرف عنه، فإذا كان في معية الذكر بصفة دائمة كان في جنة حصينة من الشيطان الرجيم.